ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. مما شرعه الله في هذا الشهر المبارك عمارة المساجد بصلاة التراويح جماعة. صلاة التراويح تصلى جماعة في المساجد، هذا هو السنة. وإن صلاها في بيتي فلا بأس، ولكن صلاتها في المساجد أفضل وأتم وأحسن، فهو شهر عمارة المساجد. صلاة التراويح سنة مؤكدة، وصلاة التراويح آكد السنن، أي آكد التطوع، لأنها هدي نبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من شهر رمضان من آخر الشهر، ثم تعالموا وصاروا يجتمعون في المسجد كل ليلة أكثر من التي قبلها، صلاها بهم 3 ليالي أو 4 ليالي، ثم اجتمعوا في المسجد حتى كثروا فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو الثالثة، لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، ثم إنه بين لهم لما صلى بهم الفجر قال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة غير أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتخلف عنهم لهذه الحكمة، وهي أن لا تفرض عليهم صلاة التراويح، فيشق ذلك عليهم، وهو يريد التخفيف على أمته، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله بذلك. فمن فعله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي ثبتت صلاة التراويح في شهر رمضان جماعة في المسجد، وانتفت الفرضية بتخلفه صلى الله عليه وسلم عنهم في الأخير. استقرت صلاة التراويح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلونها أوزاعا، يصلونها أوزاعا جماعات جماعات في المسجد. فجاء عمر رضي الله عنه في خلافته فقال: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه يأمهم، لأنه أبي هو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل، فجمعهم عليه وصلى بهم في عهد عمر رضي الله عنه بعد أن كانوا يصلون أوزاعا. فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، هي بدعة صلاة التراويح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها على هذا الشكل، فسماها بدعة من ناحية اللغة لا من ناحية الدين، فهي ليست بدعة وإنما من ناحية اللغة. والبدعة هي الشيء المبتدع الحسن، الذي مثل قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي موجدهما من غير مثال سابق.
فالتراويح بدعة حسنة، وبقيت صلاة التراويح من ذلك العهد تفعل في المساجد في شهر رمضان خاصة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.